عن هذه الحقيقة في القرآن الكريم بقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. جسمنا الذي يعمل بتكامل رائع، كل خلية من أجسامنا خلق لغاية معينة، فحتى الحاجبان والرموش لا يزيد طولهما عن قدر معين. ويبقى شعر الرأس يطول باستمرار، ولذلك نمشطه كما نشاء. أنا ليس لي شعر. فلو كانت رموشنا تنمو كشعر الرأس، ماذا كان سيحدث؟ طبعاً لكانت الرموش سدت الأعين، ولما استطعنا أن نرى شيئاً. من الذي يعلم رموشنا أنها يجب عليها أن تتوقف بعد أن تصل إلى طول معين؟ عندما نفكر في أسئلة كهذه، نعلم على الفور أن كل خلية في جسدنا خلقها الله تعالى بتصميم خاص، وفي نمو عظامنا أيضاً تناسب تام. يبدأ دماغنا بالنمو منذ الصغر، وفي الوقت نفسه يكبر الرأس أيضا. فلو لم يكن نمو الدماغ والجمجمة متناسبين معا، أو كان الرأس أصغر من الدماغ، لما استطعنا العيش. ولكن هذا لن يحصل، فالرأس ينمو مع الدماغ إلى عمر محدد، وتحمي الجمجمة الدماغ. حسنا، لماذا تنمو عظامنا بشكل يتناسب مع أعمارنا ثم تتوقف فجأة بعد أن تصل إلى حجم معين؟ ماذا يحصل لو استمرت عظامنا بالنمو؟ مثلاً، العظام المكونة للقفص الصدري لو لم تتوقف بعد أن نمت لحد معين، لما كان الإنسان في أحسن تقويم. ولكننا لا نرى مثل هذه الحالات بفضل عمل خلايا العظام الدقيق. أليس ذلك غريباً؟ وأنا أيضاً دهشت جداً عندما علمت. هل يمكن لخلايا العظام أن تملك معلومات للقيام بكل ما ذكرناه؟ هل تستطيع أن تعرف أين ومتى يجب عليها أن تتوقف أو تتقدم؟ بما أن جميع العظام في الجسم أتت من خلية واحدة، فلماذا يكون بعضها مرنة وبعضها قاسية جداً؟ من أين تعرف قطع العظام المختلفة عن بعضها البعض أن تنشئ أيدينا؟ كيف تصل العظام المكونة لأيدينا وأرجلنا وأصابعنا إلى الحجم نفسه في طرفي الجسد؟ هذه الأسئلة التي يجب علينا أن نسألها لنفهم روعة كمال أجسادنا أكثر. من دون أدنى شك، يستحيل ظهور كل هذا الإبداع من مصادفات عمياء. ويستحيل أن تتكون خلايا أجسادنا مصادفة. كل ما سبق يدلنا على بديع صنعة الله تعالى الذي خلقنا نحن البشر في أحسن صورة. يدعونا الله في آية قرآنية بقوله: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. أهمية
الماء في حياتنا. يغطي الماء أكبر قسم على وجه الأرض. تكون البحار والمحيطات 3/4 سطح الأرض. وفي البر أيضاً أنهار وبحيرات لا تحصى. أما الثلوج التي تغطي قمم الجبال فهي حالة الماء عند تجمده. والقسم الهام من المياه في العالم هو في السماء، إذ يوجد في كل سحابة أطنان من الماء. أنت يا صديقي لا تجلس قريبا من التلفاز كي لا تؤذي عينيك. الهواء الذي نستنشقه الآن أيضا لا بد أن فيه نسبة معينة من بخار الماء. يتكون 70% تقريبا من أجسامنا من الماء، ويوجد في خلايانا ماء أكثر من أي شيء. الدم الذي يدور في كل أجزاء جسمنا أيضا يتكون أكبر قسم منه من الماء. يا أصدقائي، يستحيل وجود حياة بلا ماء. لقد صمم الماء بأسلوب خاص ليكون أساس الحياة، وهو مادة خلقت بصفات كثيرة لاستمرار الحياة. والآن لندقق معا في بعض صفات الماء المدهشة. حالة جميع المواد السائلة على وجه الأرض أنها أثقل عندما تكون متجمدة من حالتها السائلة إلا الماء. الماء على عكس جميع المواد السائلة يتقلص إلى أن تصل حرارته إلى 4 درجات، فيبدأ بالتمدد فجأة، وعندما يتجمد يتمدد كثيرا، وبهذا يكون الماء المتجمد أخف من حالته وهو سائل. أي أن الجليد الذي يجب أن يكون أثقل من الماء حسب القواعد الفيزيائية للسوائل هو أخف. تؤدي بنا هذه المقدمة المدهشة إلى نتيجة هامة جدا. بفضل هذا الجليد يطفو على الماء، ولهذه أيضا نتائج ذات أهمية كبرى. في أكثر